وممن حولكم من العرب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. مجموعة من العجزة تطلق على نفسها أطر ووجهاء ولاية الترارزة تتشكل من عسكريين متقاعدين وشيوخ قبائل مرضوا على النفاق منذ تولى رمسيس الأول رئاسة الجمهورية الإسلامية الموريتانية. وجوه محنطة بالنفاق والخداع والتلون، كلما نضجت جلودهم بدلتهم الأنظمة المتعاقبة جلودا غيرها ليذوقوا عذاب المهانة والذل والارتهان. يسعون لجمع المال بأية طريقة، لا وطن لهم سوى التزلف والتملق وإشباع البطون. وجمع المال الحرام عادة سيئة يتوارثونها جيلا بعد جيل، مخافة أن تسقط راية النفاق من أياديهم الملطخة بسرقة المال العام. ولاية الترازة هي الولاية الأكثر فقرا وتهمشا وإذلالا، ولاية حرم أهلها من التعليم وقراهم يعصف بها العطش وتغطيتهم الصحية يرثى لها وخدمات الدولة غائبة تماما، ولاية لا ماء فيها ولا مرعى. ومع كل هذا يجتمع كبراءهم مطالبين بتغيير الدستور وتمدين المأموريات والتمسك بمحمد والعبد العزيز، ليس حبا فيه بل هو التفنن في الشقاق والنفاق. نعلن تمسكنا بالسيد محمد والعبد العزيز خيارنا ومرشحنا للاستحقاقات الرئاسية القادمة سنة 2019. ندعوكم جميعا. نفس الوجوه ونفس العبارات المتملقة عقدوها لدعم والهيدالة وولي السالك ومعاوية. نعم تغيرت الأزمنة والحكومات، وبقي النفاق المحسوب على ولاية الترارزة المنكوبة صفة ثابتة يتوارثها الأولاد والأحفاد. جماعة أدنى ما يقال فيها أنها غضب ولعنة إلهية حلت بولاية الترارزة، فكانت أشد عليها من ظلم الحكومات المتعاقبة وسيل النهر أراح الله منهم البلاد والعباد.